اختار لنا حاجة قوية كده. بالظبط، هو سرطان الثدي. ما بين الحقيقة والخزعبلات. في الحقيقة زي ما انت شايفة منتشر كتير جدا جدا كلام غريب. يعني مثلا يقولوا ان الحملات الصدر او البرا بتساعد في ان يحصل سرطان ثدي. انتشر كتير جدا الكلام ده. بالظبط، هتلاقي ما بين اصحابك وما بين ناس يقول لك لا، والمزيلات العرق والكلام ده كله. ده حقيقي. مفيش اي علاقة نهائي ما بين ارتداء حمالة الصدر سواء الصبح او بالليل ولا مزيلات العرق مع الموضوع ده نهائي. مفيش اي علاقه نهائيا. دي حاجه حابين نقولها فعلا لكل البنات والستات، لاني بقى فيه هوس الموضوع ده. ده مش حقيقي خالص نهائي. الاهم بقى من كده هو الماموجرام او الاشعه بتاعت فحص الثدي، اللي كل العالم بيقول انها لازم تتعمل بشكل منتظم جدا. عند سن معين؟ عند سن معين، من سن 40 ل 44 بقيتي انت في اختيار اذا كنت عايزه تبداي البرنامج السنوي انك تعملي الماموجرام كل سنه مره او لا. بعد سن ال 45 لسن 54 لازم يتعمل ماموجرام سنويا، اشعه الماموجرام للفحص المبكر لسرطان الثدي. يعني هي لازم سنوية. كل سنه تروح تعمل الاشعه دي. بالظبط. تمام تمام. الحاجه الثانيه فوق ال 54 انت براحتك بقى عايزه، ممكن لان فرص الحدوث بتكون اقل، ممكن يتعمل كل سنتين او تظل الست عايزه تعمله كل سنه. نيجي عند الافكار المغلوطه تانية، ان الماموجرام او تقول لك انا هعمل الماموجرام او هعمل اشعه الاشعه على الثدي، ده بيزيد كده فرصه الاشعاع، العلاج عشان في اشعه داخله. نتيجه الاشعه ده مش حقيقي نهائي. اولا اصلا في العموم ما هوش حقيقي. مع تطور اشعه الماموجرام الرقميه بقت اقل اشعاع، الاشعه بتاعتها كمان اقل 22%، بس هي في العموم ما هيش اي مضره. فما نبصش بقى للكلام الفاضي بتاع المزيلات العرق والكلام ده ونسيب الفحص المهم. سيبك من الكلام الفاضي وخليكي مع المظبوط انك تعملي الاشعه بتاعتك كل سنة. يعني دي اهم حاجه ان هي تكون منتظمه من سن ال 44 ل 55. بالظبط، دي منتظمه هتبقى سنويه. نيجي عند الحاجه الثانيه اللي هو اول ما حد، اول ما واحده تجي لها الموضوع تتوتر جدا جدا وتكتئب وتبقى الدنيا كلها الموضوع حصل فيه تطور فظيع. في اغلب الاحيان ما بيحتاجوش اقل من الجراحين ان هم يشيلوا الجزء المتورم ويبداوا يدوا حتى مفيش العلاج الكيماوي قل. بقى في علاج هرموني دلوقتي بيقلل الموضوع، فاي حاجه تحسي بيها مفيش مشكله، مفيش الم نفسي بالشكل الرهيب اللي كان بتاع زمان. هو الخوف من ايه يا احمد؟ ان دايما بيسمعوا وبيبقوا عارفين استئصال للثدي كله. مفيش الكلام ده، في اغلب الاحوال ده ما بيحصلش. بيبقى جزء صغير هو اللي بيتم استئصاله مع علاج هرموني مش علاج حتى كيماوي. الحاجه الثانيه لما واحده تكون والدتها جالها بتنيها عايشه في رعب مدى الحياه. ده صحيح، ده مش حقيقي نهائي. 90% من السيدات اللي بيصابوا بالمرض اهلهم ما كانش عندهم اي تاريخ مرضي. يبقى اذا قتل الموضوع باحسن، بلاش يعني بقى موضوع ده. وراثي ده ما حدش يفكر فيه خالص. لا هو في جزء بس احنا بنقول 90% من الناس اللي عندهم يعني الموضوع. يعني نسبه بسيطه، نسبه بسيطه. فما تقعديش اسيره بقى للكلام ده كله. لو والدتك جالها المرض بعد سن انقطاع الدوره او سن الياس، انت ما بتحتاجيش اي زياده في حتى في الفحص المتكرر، بتعمليه كل سنه. لو حصل لوالدتك المرض جالها قبل سن انقطاع الدوره قبل سن الياس، هنا هتحتاج يعني تشيك اكتر شويه. يبقى الفحوصات أكتر او الاشعه دي تعملها اكتر. بالظبط بالظبط. يبقى مفيش قلق، مفيش توتر، انت المفروض مجرد ان الموضوع بقى علاجه بسيط، اهم حاجه الفحص المبكر. نيجي بقى نحمي نفسنا ازاي؟ من موضوع سرطان الثدي. الكحول طبعا هو مش موجود كتير في شعوبنا العربيه او في مصر بالذات، بس احنا بنقول حتى الكحول بيساعد يا جماعه حتى في كمياته القليله جدا، بيزود هرمون الاستروجين وبالتالي بيزود فرص حدوث سرطان الثدي. الوزن والسمنه، وهنتكلم في فقره من فقراتنا عن السمنه الوزن المفرطه. والسمنة. تقريبا الوزن والسمنه الزياده او المفرطه او غيره بقت داخله كل مرض. حاجه. تمام. السمنه وبالذات برضو بعد سن انقطاع الدورة، هنا بننبه الستات بعد سن الأربعين الخمسة واربعين حافظي على وزنك، لأن الدهون اللي موجودة في جسمك بتزود نسبة الأستروجين. لما تزود نسبة الأستروجين هتزود حاجة اسمها تيومر جروس فاكتورز أو عوامل نمو الورم الأورام. وبالتالي هيساعد في فرصة الحدوث. يبقى حافظي على وزنك. الحاجة الثانية الرياضة. الرياضة نص ساعة كل يوم خمس مرات في اليوم هتساعد بشكل كبير جدا إنها تحمي من الموضوع، لأنها بتزود المناعة وبتقلل الهرمون الاستروجين كتير. نيجي عند حاجه مهمه جدا جدا جدا، هو الفحص الذاتي.
الفحص الذاتي، واحنا معانا فيديو هيوضح لنا الفحص الذاتي. الفحص الذاتي مش عاوزين نعقد الناس، هو احنا زي ما احنا قلنا الاهم هو اشعه الماموجرام. الفحص الذاتي ما عادش يعني ليه الاهميه الرهيبه، ولكن انت دايما خليكي على ده الثدي، دي الغدد اللبنيه وموصله للمنطقه بتاعه الحلمه اللي بيخرج منها لما يكون في اللبن والامور دي. هنا اغلب المشاكل اللي بتيجي في الغدد اللبنيه دي. هنا احنا بنوضح ازاي يحصل فحص ذاتي. اهم حاجه بس ان انت تقف الست في المرايه، يمكن بصوره شهريه، وتبتدي تحط ايديها في وسطها وتشوف اي تغير في الشكل، في الحجم، في اللون. وتبتدي تبص على منطقه الحلمه اذا كان في اي افرازات. اي افرازات سواء كانت اي ليها اي لون. هنا احنا بنقول نستشير الطبيب، احنا مش بنقول ان لازم يكون حاجه. على فكره حتى التورمات في جزء كبير جدا من التورمات، يعني مثل اي جزء من التورمات بيكون اغلبه حاجات حميده وبتروح. هنا دي المنطقه اللي نفحص بيها. هنا انامل الايد، الثلاث اصابع الوسطانيين هم دول اللي بنتحسس بيهم منطقه الثدي. هنتحسسها ازاي؟ هنا زي ما انت شايفه من فوق لتحت، وبنبدا نتحرك من فوق لتحت بالشكل لو ده. لو لقيت ايه بقى يبقى في مشكله. بصي دايما حسيت بايه اي تحت اي تغير، اي تورم، اي حتى ممكن تورم او دخول لجوه حفره يعني، او اي حاجه فيها ناشفه، او اي حاجه من دي، اي تغير في الكونتور. ما هو الفكره ان الفحص الذاتي كل شهر، فبتقدر الست تبقى عارفه طبيعه الثدي عندها عامل ازاي. هنا حركه دائريه تقدر تعملها بحركه دائريه زي ما احنا شفنا، برضو ما فيش اي مشكله. هنا دي طريقه ثالثه انها تاخد من عند من الوسط لحد فوق ولحد ما تخلص منطقه الثدي كلها. هنا برضو بنقول ان الفحص الذاتي زي ما انا قلت لك مهم، ولكن الاهم منه هو اشعه الماموجرام اللي هي تتعمل بشكل منتظم. هنا ده ربنا يحمي كل ستات مصر وكل ستات العالم كله من اي مشاكل. النهارده فعلا كنت محضر لنا حاجه قويه. هي حاجه بسيطه، بس اهم حاجه الخزعبلات الكبيره اللي حوالين الموضوع ده تنتهي، لان الموضوع ابسط ان شاء الله، اكتشاف مبكر ابسط. ربنا يحمي الكل يا رب ان شاء الله.